يعد قرار الرياض باستبعاد شركة ويستنغهاوس الأمريكية من برنامج مفاعل الطاقة الكبير الذي تمت مناقشته بسبب حسابات جيوسياسية في واشنطن، التي أصرت منذ فترة طويلة على الرياض أن تتخلى رسمياً عن طموحاتها المتعلقة بدورة الوقود النووي قبل التوقيع على أي اتفاقية تعاون نووي ثنائية بين الطرفين. فلحساب من استغنت الرياض عن هذه الشركة الأمريكية؟ في التفاصيل، كشفت صحيفة إنرجي إنتليجنس الأمريكية أن الرياض ستعزز دور شركة روزاتوم الروسية والمؤسسة الصينية الوطنية للطاقة النووية، وهما شركتان مملوكتان لخصمين جيوسياسيين رئيسيين لواشنطن، إلى جانب شركة كوريا للطاقة الكهربائية كيبكو. وعن رد واشنطن عن هذا الاستغناء، قال مصدر في الصناعة الأمريكية للصحيفة الأمريكية أنه ليس من الواضح كيف يمكن أن ترد واشنطن. المصدر برر استثناءات السعودية ولفت أنه يبدو أن الشركة الأمريكية ومقرها الولايات المتحدة لا تستجيب بشكل متزايد لمركز الملك عبد الله للطاقة الذرية والأخيرة بحالة فوضى تجارية. لم أتوقع أن تستجيب أوبك أو تستجيب روسيا أو السعودية، سيضخون المزيد من النفط. الصحيفة تابعت أن معظم المصادر الأمريكية تتفق على أن الجمود المستمر منذ سنوات بشأن NCA بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية هو سبب الاستغناء الرئيسي عن شركة ويستنغ هاوس، كلام أكده الخبير النووي في مؤسسة كامبريدج الدولية مارك هيبز، وقال أن استبعاد ويستنغ هاوس قد يكون رسالة إلى الولايات المتحدة للوقوف على موقف صريح وتسريع المفاوضات نحو اتفاقية تسمح للولايات المتحدة بالتعاون النووي مع المملكة العربية السعودية. كما أن الرياض ملتزمة بالحفاظ على خياراتها النووية، فلذلك من الصعب تصور تراجع أي من الطرفين عن مطالب دورة الوقود النووي الخاصة بهما. الصحيفة ختمت أنه إذا كانت إدارة بايدن تريد في المقام الأول منع الرياض التعاون مع بكين أو موسكو، فمن المتصور أن تتراجع واشنطن عن ترتيبات الإمدادات الكورية الجنوبية للسعودية، وقد تكون بعض الحلول هي تطوير نموذج تعاوني للدخول المشترك إلى سوق محطات الطاقة النووية الأجنبية الكبيرة، وقد تتغاضى واشنطن عن اتفاقيات سابقة مع المملكة العربية السعودية. فهل تتراجع الرياض وتوقع وتعود للعمل مع شركة ويستنغهاوس الأمريكية؟